ملحق الأحوال ملحق ملحق الأحوال الأحوال ملحق 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 مهم يا سيدي. رجل يا سيدي لا نعرفه حتى الرحال عند دكان السيد فلان. أتعرف ماذا يقول يا سيدي؟ يقول إذا تعددت اللغات تمزقت الأمة، وإذا ماتت اللغة ماتت الأمة. لقد أعجبني كلامه يا سيدي، إنه يا سيدي ما يزال يخطب هناك. يجب أن نعرف قصة هذا الرجل الغريب يا سيد عسل. نعم هذا قد جاءك مسرعا مسرعا حال الأحوال. أتعلم ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هنا في ملحق الأحوال تقرأان الخبر مفصلا مفصلا حال. بدل أن نقرأ الخبر في جريدتك سنذهب إلى هناك لنتحرى الأمر بأنفسنا، ما رأيك يا أستاذ؟ قبل أن نذهب أريد أن أعرف قصة صديقنا العسل. أرأيت بالعسل أو الدبس زبيبة؟ لأن العنب زبيبا أطيب منه دبسا. دبسا حال وزبيبا حال أيضا. حال حال، متى نذهب إلى مكتب جريدة الأحوال لأعرف قصة الحال؟ حالا تفضل. مع أن الحال بسيط وواضح، إنه وصف منصوب، إنه فضلة زائدة تبين هيئة ما قبلها وتكون بمعنى كيف.